أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أن المرأة السودانية جديرة بقيادة عملية السلام وليس المشاركة فيها فقط. وقال البرهان خلال مخاطبته المستديرة لمناقشة مشاركة النساء في طاولة السلام التي نظمتها تنسيقية النساء السياسيات والمدنيات أن الحركة الثورية كان جل مكونه من النساء وأن المرأة هي أكثر المتضررين من الحروب. وأكد البرهان ضرورة مشاركة النساء في صنع السلام بجميع مراحله، ودعا إلى خلق سياسات واستراتيجيات شاملة تسير بتوافق وانسجام لتوطيد السلام وتعزيز التنمية المستدامة. النقاش والحوار في هذه المرة ليس محادثات من طرفين، وإنما هو نقاش وحوار في مشاكل السودان، مشاكل السودان التي تطرق لها الأخ إبراهيم الشيخ، وهي محاور معروفة إذا توصلنا فيها لتفاهمات يمكن أن نخرج هذه الدولة، ويمكن أن نوفي نساء بلاد حقهم، لأنهم ناضلوا، هم قاتلوا، هم قادوا كل شيء،